مصادر مسؤولة قالت أن وزارة الصحة وممثلي شركات الأدوية تمكنوا من اقتناص موافقة صعبة من لجنة الصحة بالبرلمان على زيادة أسعار الأدوية التي سيبدأ تطبيقها في فبراير المقبل. وأكدت المصادر نشوب خلاف بين النواب ووزير الصحة بسبب مطالبتهم بعدم إشرافه على عمليات التسعير، وأن يكون البرلمان هو المراقب على تحديد سعره أي على تحديد تسعيرة أي دواء، وهو ما رفضه الوزير، فيما اتهم وكيل لجنة الصحة بالبرلمان رؤساء الشركات بتحقيق أرباح خيالية قائلا البرلمان مش هيشيل شيلة حد، في إشارة إلى الاتفاق المبدئي بينهم وبين الحكومة. دكتور غادة، يمكن الإشاعات بتاعت زيادة أسعار الدواء كانت كتير في الفترة اللي فاتت، وأعتقد الخبر ده بيأكده، رأيك إيه في هذه الزيادة؟ لا، هي مش إشاعات، وهو الفكرة إن البرلمان بيتهم الحكومة بإن هي بتاخد قرارات دون العودة إليه، وده حقيقي، لأن من شهر 5 اللي فات ورئيس الوزراء عمال يمضي على رفع زيادة الأسعار دون الرجوع للبرلمان. البرلمان ده مين؟ بغض النظر بقى على الملاحظات بتاعتنا عليه أو ما نؤخذه عليه، لكن البرلمان ده هو الشعب، الشعب اللي في الآخر هتطبق عليه هذه الزيادات. المفروض ان يكون له رأي في هذا الموضوع من الاول. يعني رئيس الوزراء من شهر 5 اللي فات بيمضي تقارير، بيمضي قرارات رفع زيادة اسعار الادوية من غير ما يرجع للوزير، والنهاردة هما الاثنين بيرفعوا السعر من غير ما يرجعوا للبرلمان. فيعني ما ينفعش كده. يعني انا نفسي اشوف منظومة متكاملة، مؤسسات بتشتغل مع بعض، بتكمل بعض، مش كل واحد عايز يعمل الشغلانة لوحده وشايف ان التاني هيعطله. موضوع الأدوية ده موضوع حساس وهيعمل أزمة كبيرة، ولازم يتراعى حال المريض، لأن الشعب المصري 3/4 مريض بمختلف أنواع الأمراض. فالنهاردة حصل أكتر من زيادة، يمكن بتاع 3 أو 4 زيادات في الست شهور الأخرانيين دول، ولسه هيحصل مزيد من الزيادات. فإحنا بنراعي مين؟ إحنا بنراعي المريض ولا بنراعي أرباح شركات الأدوية؟ مفيش شركة أدوية بتخسر، وأنا من خلال شغلي في أحدى شركات الأدوية في فترة من فترات حياتي لمست ده بنفسي. هم النهاردة بيتخانقوا على إن الربح بتاعهم بدل ما يبقى 500% هيبقى بدل يعني هينزل هيبقى 300، هم مش عايزين 300، هم عايزين 400. فهي دي الفكرة. فلأ، لازم اللي يهمنا واللي عينينا تكون عليه مش إن احنا نراضي أصحاب شركات الأدوية، لكن نشوف مصلحة المريض هتكون فين.